ينطلق مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته 33 في الأول من أكتوبر المقبل، ويستمر حتى 24 من الشهر نفسه، حيث تستعد مملكة البحرين لاستقبال واحد من أهم مواسمها الثقافية. للوقوف أكثر على هذا الحدث الثقافي معي عبر الهاتف سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار. أهلا بك سعادة الشيخ. بعد 32 موسما يأتي الموسم 33 هذا العام حاملا الكثير من البرامج الفنية الصوتية، كيف رسخت النسخ السابقة فن الصوت والموسيقى في البحرين، وما المأمول من هذه النسخة من المهرجان أن تقوم به لتعزيز مكانة البحرين الثقافية إقليميا ودوليا؟ مهرجان البحرين الدولي للموسيقى هو مساحة لتصنع الالتقاء الحضاري من خلال استضافتنا للعروض والأمسيات الموسيقية المتنوعة من البحرين والوطن العربي والعالم. فنحن نحول المهرجان إلى مناسبة للاحتفاء بالموسيقى كلغة مشتركة للحوار. هذا التفاعل الفني الذي يعكس التزام البحرين الدائم بتعزيز التلاقي الثقافي والانفتاح على العالم ويرسخ مكانتها كوجهة ثقافية سياحية تستقطب عشاق الموسيقى والفنون من حول العالم. نعم سعادة الشيخ، يقال إن الموسيقى لغة العالم، المهرجان يقدم توليفة محلية وعربية وعالمية من الأصوات والألحان المعاصرة والحديثة، ويقدم أيضا إبداعات موسيقية بحرينية. ما هي رؤيتكم في الهيئة لاستثمار هذا المهرجان في تسليط الضوء على الإبداع الموسيقي المحلي؟ تسعى الهيئة من خلال هذا المهرجان إلى إبراز الإبداع الموسيقي البحريني وتعزيز حضوره ضمن المشهد الموسيقي العربي والدولي. نعم. رؤية الهيئة ترتكز على تقديم الفنانين البحرينيين في سياق عالمي، حيث يتم تسليط الضوء على أعمالهم وإبداعاتهم بجانب الفنانين الدوليين. هذا التفاعل الذي يساهم في بناء جسور فنية ثم يمنح الفنانين المحليين فرصة للتعرف على التجارب الموسيقية المختلفة. نعم، وهذه جزء من رؤيتكم سعادة الشيخ في الهيئة لاستدامة العمل الثقافي في البحرين من خلال تقديم مهرجانات سنوية ثابتة بمواعيدها. كيف يعكس مهرجان البحرين الدولي للموسيقى توجه الهيئة من أجل هذا التطوير الموسيقي والسماعي والجمالي المحلي؟ ما من شك من ذلك، حيث تلتزم الهيئة بتحقيق الاستدامة الثقافية من خلال تنظيم الفعاليات المهرجانات السنوية التي تسهم في إثراء المشهد الثقافي. ويعد مهرجان البحرين الدولي للموسيقى أحد أبرز الأمثلة على هذا التوجه، وبفضل استمرارية المهرجان لأكثر من 3 عقود أصبح جزءا أساسيا من الرزنامة الثقافية السنوية للبحرين، مما يعكس حرص الهيئة على تعزيز الحراك الثقافي المحلي وإثراءه بأنشطة ترسخ مكانة البحرين الحضارية إقليما ودوليا. نعم، شكرا لك سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار.